حتي ان البنات الابكار كانت بتطلع تلم حطب، الستات والاولاد والرجال اللي كانوا كبار في السن كانوا بيطلعوا يلموا حطب عشان يحرق ابراهيم. اللي كان مريض يقول لك لو شفاني الاله هطلع الم حطب عشان احرق ابراهيم. لموا حطب ملوش نهايه، وبنوا حيطان وولعوا فيها النار. ربنا ارسل الملائكه لسيدنا ابراهيم، جاله ملك الظل، هل تريد مني شيء؟ قال لا، علمه بحال يغنيه عن سؤال. الملائكه ضجت، اهل السماوات والارض ضجوا، الارض اتكلمت، السماء اتكلمت، كله اتكلم، يا رب ابراهيم يحرق بالنار فماذا نفعل يا رب؟ قال رب العزه ان استغاث باحدكم او بكم فاغيثوه والا فلا. لو قال لحد فيكم غيثني واعمل معايا كذا اعملوا معايا اللي هو عاوزه، لو ردكم ما قالكوش على حاجه سيبوه لي انا. جاله ملك الظل قال له مش عاوز منك حاجه. جاله ملك المطر قال له قل له وانا نزل المطر اطفي الميه دي كلها. قال له لا ده انا اغرقكم واوديهم لك كلهم، ابدا مش عايز منك حاجه. جاله ملك الريح قال له اطير النار دي واحرقهم كلهم بالنار بتاعته. قال له لا مش عايز منك حاجه خالص. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم حين القي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين طغى عليه اهل الارض. حسبنا الله ونعم الوكيل اللي احنا مستصغرينها دي، ده حاجه كبيره عند ربنا. اوعى تخلي واحد يقول فيك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، اوعى حد يقولها فيك، اوعى. ده معنى ذلك ان هو وكل امر ربنا وشكاك ليه، ده رفع شكوته لربنا. عجزت اهل الارض على نصرته فرفع مظلمته الى الله. اوعى حد يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وتسيبه، اجري عليه وحب على راسه. ده حسبنا الله ونعم الوكيل دي بتتهز بها السماوات السبع والاراضين السبع. قالها سيدنا ابراهيم وربنا نجاه من الظلم، قالها الحبيب النبي وربنا نصره على الظالمين، فما بالك بالعبد المظلوم لما يقول على واحد حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اوعى أو حد يقولها فيك وتسيبه، اجري عليه واستسمح وجوام. اصلا مش هتبقى فيك انت بس، ولادك هيحصدوها، مراتك هتحصدها، احفادك هيحصدوا البلاوي دي. يعني مش انت وحديك اللي هيجي الوبال والمصيب عليك، هتيجي عليك وعلى مراتك وعلى عيالك وعلى احفادك وعلى اوعى اوعى الظلم. انا بقول ببلغ بس ورب وانا قبليكم. قال لهم حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم انك الواحد في السماء وانا الواحد في الارض اعبدك فاغثني يا مغيث حسبي الله ونعم الوكيل. جابوا الخليل ابراهيم وحطوه في المنجنيق ورموه جه في وسط الولعه. يقول الخليل ابراهيم والله ما عشت اياما افضل مما عشتها في هذه النار. عندما ألقوا قال رب العزة قلنا يا نار كوني. النار أول ما ربنا قلنا يا نار قالت لبيك يا رب. النار بتاع الأرض كلها جاء أجابت ربنا. أحسن تفكر النار اللي هم عملوها دي بس، لا، نار الأرض كلها أجابت يا نار قالت لبيك يا رب. قال كوني بردا، فلم يستنفع أحد بالنار في ذلك الوقت. اللي كان مولع نار في بيته ما عملهاش لازمه خالص، بيجي التلج بيجي زمهرير، النار من ولعه من اعلى درجه حراره لاقل درجه حراره. كوني بردا، فقالت صرت بردا يا رب، برد زمهرير تلج. سيدنا ابراهيم لقي الامور تلج خالص وسلاما، قال لها كوني برد، قالت لبيك، وكوني سلاما، فعادت من الزمهرير والبرد إلى السلام، وظلت النار التي في الأرض كلها سلام. ومعنى سلام لا تحرق شيء ولا يستنفع بها أحد، زي ما تحط ايدك في المية وتطلعها ما بيحصلكش حاجة، هي النار كانت تحط ايدك في النار وسلام على إبراهيم. يا سلام على النسخ القرآني الجميل، كوني برد وسلام على إبراهيم بس. بس عادت النار الأخرى كما هي
وأصبحت النار التي فيها الخليل إبراهيم برد وسلام على إبراهيم. كان مع الخليل إبراهيم ملك الظل ليظلله، وكان معه الأمين جبريل كي يواسيه ويحاكيه، وكان يعيش في بقعة من الجنة. فنظر أبوه وأمه والقوم إلى إبراهيم وهو داخل النار يأكل يشرب ينام يقوم شافينه. ربنا خلى ما هي برد وسلام، يعني ما بقاش ملهاش لون خالص. اللي بره النار شايف اللي جوه النار، بس هم ما يقدروش يدخلوا اللي هتحرقهم، لكن هي برد وسلام على إبراهيم بس، انما اللي براها اول ما يجرب النار تاكله. فكان اللي بره شايفها زي الحاجه الجزاز كده، فشايفين الخليل إبراهيم عم ياكل ويشرب وينام ويقوم ويصلي ويعبد ربنا. ابوهم وشافوه قالوا نعم الرب ربك يا إبراهيم. ويقول خليل إبراهيم عشت فيها زي ما قال العلماء والفقهاء 7 أيام أو 50 يوم، من 7 ل50 يوم لحد ما النار طفت وحديها. خرج الخليل إبراهيم من النار وقال أبوه وأمه نعم الرب ربك يا إبراهيم، ادعوا الله في السر وأنت موقن النبي الجميل. الحمد لله رب العالمين. خلص الخليل إبراهيم القصة مع قومه وربنا نجاه. النمرود قال هاتولي الفتى الصغير ده، هاتولي اللي قلب الدنيا على اللي قلب لي الأرض على بعضيها ده، هاتوه لي. راح للنمرود قال له أنت بقى اللي عامل لي الدوشة دي كلها، دي حتة فتى صغير لسه ما كملتش 20 سنة عامل لي الدوشة دي كلها، دي هي تعالى عاوز إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ تعالى هنا أهو. قال له اجمع الناس كلها. قال له يا ملك، قال له اجمع للناس كلها وتعالى لي، وتعالى كده في مكان واسع كده انا وانت ونشوف مين فينا بقى اللي هينتصر على التاني. قال له اجمع. طبعا جمع اهل الارض جم. وقف الخليل ابراهيم قدام النمرود. شوف انت بقى لما بتقف قدام حد كبير عنك شويه بتبقى واقف عامل ايه؟ انما اللي مع ربنا ما بيخافش من اي حد، سبحان الله العظيم. وقف قدام النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال له ربي أنت بتعبد، قال له رب الرب بتاعي بيحيي وبيميت، ومعنى الإحياء والإماتة من العدم، مش واحد يكون حي وأقول له أنت تموت وأنت تصحى. قال له أنا اتنين هو هموت ده واسيب ده، يبقى انا احيت واحد وموت واحد. قالوا مش هو ده يا جاهل، ده واحد يكون ميت وانت صحيه لي من الموت، تعال روح القبور وهات لي واحد من اللي في القبور صحيه يبقى انت احيت الميت. ها واحد يكون ميت عايزك تخلي روح تطلع منه قدام الناس. سكت ما عرفش يرد. قالوا طب انا اقول لك على حاجه ثانيه عشان خاطر يبقى هي الاولى والاخيره. قال له اتفضل. قال له ربنا بيجيب الشمس من شرق، الشمس من شرق هاتها لي من غرب. قال له لا. فبهت الذي كفر. قال له طلعوه من هنا جواب، حشول ابراهيم ده من هنا خالص، ابعدوه عني خالص. ربنا ارسل له ملك في صوره انسان، قال له يا نمرود، قال له اجمع جيشك واجمع جيشي وهنتقابل في المكان الفلاني، الا هيغلب فينا يبقى هو ملك الارض. جمع الجيش بتاعه النمرود والملك جاب الجيوش بتاعته كلها عبارة عن طير، وكل الطير ده سبحان الله العظيم كل طيرة كانت ماسكة حصواية كده، رمت الحص والجيش بتاع النمرود كله جه. ربنا أرسل طير كانت لحمهم وشربت دمهم وسابتهم عظام نخرة. شوفوا جنود ربنا لما بتنزل، شوفوا غضب ربنا لما بينزل، لما بينزل على الظالم اللي بيظلم الناس، لما بينزل على الناس اللي ما بتديش ربنا في الغلابة والفقراء. غضب ربنا نزل على الجنود النمرود، كلت لحمهم الطيور وشربت دمهم، وطيرة وناموسة دخلت في دماغ النمرود كانت هي السبب في هلاك النمرود اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى. ربنا موته ببعوضة بناموسة. حجاج بيت الله الحرام رجعتوا وانتوا مغفور ليكم، قضوا بقى حياتكم مع ربنا، واحنا نقضي بقى حياتنا مع ربنا.
نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عندهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وقض عنا ديوننا. اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا وليلنا وأرضنا وسمائنا يا رب العالمين. اللهم اكتبنا عندك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر.